معكم مرة أخرى. تهديد بطرد سفراء 10 دول بمن فيهم أمريكا وألمانيا بعد إعلانهم أشخاصا غير مرغوب بهم على الأراضي التركية نتيجة تدخلهم بإدانة قرارات القضاء التركي بما يخص قضية عثمان كافالا المعتقل على ذمة القيام بالمحاولة الانقلابية في 2016. تهديد ما لبثت تركيا أن تراجعت عنه بعد تأكيد الدول 10 التزامها باتفاقية عدم التدخل الأجنبي بشؤون الأراضي المستضيفة، وهو ما رحبت به تركيا. فهل بعد هذا أو يعد هذا الأمر انتصارا للدبلوماسية التركية؟ وهل ستلتزم الدول بعدم التدخل مستقبلا في الشؤون الداخلية التركية؟ حول هذا الموضوع نتابع النقاش في ملفنا الثاني بعد مشاهدة هذه المادة المعلوماتية. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ القانون والعلاقات الدولية دكتور سمير صالحة. دكتور سمير، مرحبا بك معنا في ملفات. وفي البداية، كيف تفسر لنا بيان الدول 10 بما يخص يعني قضية عثمان كافالا المتهم بضلوعه في العملية الانقلابية 2016؟ نعم، مساء الخير للجميع أولا، وشكرا على الاستضافة. طبعا يعني هذا البيان بحد ذاته حمل معه أكثر من مادة سياسية دبلوماسية نوقشت بالتفصيل في الداخل التركي كما تعرف. القناعة في تركيا أنه هذا البيان تم إعداده بشكل مدروس مخطط له وتنسيق مع الدول 10 التي أشرتم إليها. هذه الخطوة هدفها الأساسي كان برأيي أبعد بكثير من طرح موضوع عثمان كافالا المسكون منذ 4 سنوات بأكثر من تهمة. صحيح أنتم ركزتم على موضوع تهمة المشاركة في المحافظة الانقلابية الفاشلة، لكن عثمان كافالا متهم أيضا بتفعيل ودعم أحداث جازي بارك في إسطنبول كما تتذكر عام 2013. متهم أيضا بأنه سرب معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي التركي إلى الخارج. الآن علينا أن لا نفصل بين موضوع عثمان كافالا وبين موضوع هذا البيان للدول 10 وتوقيته والتصعيد بهذا الشكل ضد تركيا. هذه الدول عندها نقطة أساسية، أنه كانت تريد أن تلعب ورقة كافالا هذا الملف ضد تركيا للوصول إلى تحقيق مطالب أو إنجازات في ملفات أخرى. لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، فقط أذهب إلى استنتاج مهم. هذه الدول منزعجة من الصعود التركي الإقليمي في الأعوام الأخيرة. تركيا العسكرية المتزايدة، تصنيع الحربية التركية، تركيا في أكثر من دقعة جغرافية تؤثر أكثر من ملف إقليمي ودولي. هذه النقطة برأيي أزعجت كثيرا هذه العواصم، لذلك هي تبحث وستبحث باستمرار
عن فرص للتدخل. نعم، لكن يعني هذا الموقف من قبل هذه الدول العشر، هل أدركت بأن تركيا سوف تتصرف معها بهذه الطريقة القاسية بإعلان سفرائهم يعني أشخاصا غير مرغوب بهم داخل تركيا، وبالتالي التهديد بالطرد من الأراضي التركية؟ هذه العواصم لا أظن، لم تكن تتوقع أن يكون هناك ردة فعل بهذا الشكل من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان. ربما كانت تظن أنه سيكون هناك بيان مشترك ينشر عبر السفراء وتسجيل موقف ومحاولة تذكير تركيا بموضوع كبالة والضغط عليها على القضاء التركي تحديدا لإعطاء هذه العواصم ما تريده. موضوع كبالة مهم، هذا الموضوع كما تعرف أنت أيضا ناقش بين أنقرة وبين محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تحت سقف المجلس الأوروبي. تركيا عضو أساسي فاعل. تركيا لا تعترض أن يكون هناك نقاش بين أنقرة وبين هذه المحكمة الأوروبية. تركيا تعترض على سلوك وتصرف السفراء بهذا الشكل، يعني هم أرادوا أن يأخذوا مكان المحكمة العدل الأوروبية، أرادوا أن يأخذوا مكان المجلس الأوروبي وأن يقدموا نفسهم كقوة قادرة على التأثير والتعامل مع الملف. لذلك كانت ردة فعل الرئيس أردوغان بهذا الشكل. نعم، أنا رأيي الشخصي يقول كانت ستستمر لو لم يكن هناك تغيير في مواقف هذه العواصم عبر التغريدة الجديدة التي نشرها السفير الأمريكي قبل يومين. لكن السؤال هنا، هل فعلا كان الرئيس رجب طيب أردوغان يعني سينفذ تهديده أم أنها فقط ورقة طرحها أمام سفراء هذه الدول؟ لا أظن أنه كانت عملية مناورة بالنسبة لأنقرة، لأنه كل التحضيرات والتحليلات وتقديرات الموقف كانت تذهب باتجاه واحد، أنه الرئيس أردوغان أعطى تعليماته إلى الخارجية التركية بتجهيز عملية طرد السفراء العشرة وإعلانهم أنهم أشخاص غير مرغوب بهم. طبعاً هذا الإعلان مهم في اللغة الدبلوماسية كما نعرف جميعاً. لماذا؟ لأنه يفتح الطريق أمام تصعيد سياسي دبلوماسي ربما اقتصادي أوسع بين تركيا وبين هذه الدول. نحن نعرف أنه بين هذه الدول موجود الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وألمانيا وهولندا مثلا، نعرف ايش العلاقات الاقتصاديه بين تركيا وبين هذه الدول. هيك في موضوع حساس هذا النوع يتعلق بشان داخلي تركي، ان تحاول هذه العواصم فرض نفسها على القضاء التركي والتلويح بعباره راجعا كمالا فورا، هذه النقطه برأس اساسيه التي اغضبت الرئيس اردوغان والقياده السياسيه التركيه. نعم، على الصعيد الدبلوماسي التركي برأيك، هل ستستمر تركيا بهذا الموقف الحدي لنقل بعد أن تصرف السفراء بعملية إملائية على تركيا وبالتدخل بالسيادة التركية الداخلية على وجه الخصوص والقضاء التركي؟ هل سنرى شكلا آخر ستتصرف به تركيا على الخصوص مع أقرب يعني جيرانها وهم الاتحاد الأوروبي؟ رسائل الرئيس أردوغان كانت واضحة تماما. المسألة ليست فقط مرتبطة بما جاء في البيان، بيان الدول السفراء العشر، مسألة مرتبطة بمحاولة حاصرة القرار التركي بهذا الشكل من قبل مجموعة من السفراء، مهامهم واضحة بناء على اتفاقية فيينا في الأعراف الدبلوماسية المعتمدة عام 1961. هذه النقطة الثانية أغضبت أنقرة ودفعتها في التصعيد بهذا الشكل. في عندنا نقطة الآن مهمة. نعم، ربما موضوع الخلافات أو التباعد بين أنقرة وهذه الدول في موضوع طرد السفراء، ربما هذه المسألة قد تكون جمدت الآن، لكن موضوع ملف كبالة ما زال موجود، ونحن نعرف تماما أن هذه الدول ستذهب باتجاه محاولة أخرى ثانية وثالثة، لأنه هي دائما كما قلت لك تريد أن تبحث عن فرص، تريد اقتناص الفرص للتصعيد ضد تركيا ومحاولة التأثير عليها عبر لعب ورقة كبالة في ملفات إقليمية ودولية عديدة.
نعم، بما يخص هذه هذا التحرك الدبلوماسي التركي الأخير، هل هذا يعد نصرا للدبلوماسية التركية، خصوصا هذا الموقف الثابت الذي قامت به تركيا مؤخرا؟ أنا أظن أنه هذه كانت فرصة مهمة لهذه الدول لتتأكد من مسألة أساسية، أنه لا يمكن إطلاقا أن تفرض نفسها على تركيا بهذا الشكل، نقطة أولى. نقطة ثانية، نعم لها مصالح وحسابات هذه العواصم وهذه الدول، لكن هذه الحسابات لا يمكن إطلاقا أن تكون على حساب مصالح تركيا وأمنها، وما تريده هي أن تطرحه في بإنشاء التعامل مع ملفات سياسية قضائية أمنية. هذه الدول نفسها هي التي تتجاهل، كما تعرف أيضا أكثر من مرة، المطلب التركي باتجاه تسليم الانقلابي حفظ كان والكوادر التي ترافقه في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العواصم تتجاهل على كان الموازي هذه المجموعات عام 2016، لكن هذا تمسك بلاعب ورقات كبالة بهذا الشكل وهذا التصعيد ضد أنقرة. لذلك ذهبنا بمنحة التصعيد أيضا ضد هذه الدول، وهذا كان سبب آخر يدفع الجميع للوقوف لاستنتاج مهم أن تركيا ماضية حتى النيابة لدفاع مصالحها. نعم دكتور سمير، يعني يعلم الجميع بأن هذه الدول لن تقف عند حد إيقافها من قبل تركيا، وبأن عاصفة من الممكن أن تحصل، وتركيا نفسها تتوقع هذا الموضوع. هل سنشهد عاصفة اقتصادية من الممكن أن تؤثر على تركيا في المستقبل القريب؟ وهل تركيا مستعدة لهذا الموضوع؟ يعني هذه العواصم مع الأسف حاولت أكثر من مرة، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية مع الإدارة الأمريكية السابقة كما تتذكر مع ترامب، أن تلجأ إلى أساليب من هذا النوع ضد أنقرة، لكن نعم كان لها ارتدادات سلبية بشكل أو بآخر على العملة التركية، على الاقتصاد التركي، لكن هي قالت أنه أولوية القرار السياسي التركي، استقلالية هذا القرار هو واجب اعتماده وتبنيه على المستوى التركي وعلى مستوى علاقات تركيا مع الغرب، وأنقرة متمسكة بهذا الطرح حتى النهاية. من الممكن هذه العواصم أن تلجأ للعب أوراق تتحولها إلى أوراق ضغط تركيا بشكل أو بآخر، لكن هي أيضا عندها الخيارات والبدائل القادرة على الرد بقدر يعني الوزن التركي الإقليمي الذي تحتاجه هذه العواصم، ليس فقط في إطار تفاهمات تحت سقف حلف شمال الأطلسي، بل بسبب الموقع الجيوسياسي المهم لتركيا. وهذه العواصم عندما تذهب لمنح التصعيد مع تركيا ستأخذ كل هذه القضايا بعين الاعتبار. أي تصعيد لن تتضرر تركيا بمفردها منه، هي أيضا هذه العواصم الغربية ستتحمل إرسالته السلبية. نعم دكتور سمير، باختصار شديد لأن الوقت أدركنا، يعني كيف وجدت ردود الفعل الشعبية التركية، وأيضا بالإضافة إلى الشيء المهم ردود فعل الأحزاب المعارضة تجاه ما قام به الرئيس رجب طيب أردوغان بالتعامل بحزم مع دول حاولت النيل من السيادة التركية؟ يعني ربما أصوات في المعارضة التركية كما تبعت أنت أيضا حاولت أن تنتقد القرار الذهاب باعتماد مسألة طرد السفراء، وكانت تطالب باعتماد ربما نبرة أكثر ليونة حيال الملف، لكن وجدنا في النهاية أنه حتى هذه الأصوات، حتى هذه الأحزاب في المعارضة وقفت مباشرة إلى جانب القيادة السياسية وتبنت هذا الموقف. لماذا؟ لأنه اعتبرت المسألة مسألة مهمة بالنسبة لتركيا لإيقاف مثل هذه التدخلات بهذا الشكل. لذلك نعم توحد الشارع التركي، الشارع الشعبي السياسي والحزبي شئنا أم أبينا. صحيح كما قلت كان في بعض الأصوات التي كانت تغرد خارج السلم مسألة حساسة وطنية من هذا النوع، لكن بجميع الأحوال وجدنا هذا التأييد وهذا الدعم والتوافق على مستوى الأحزاب والسياسات والإعلام التركي أيضا. إذن أستاذ القانون والعلاقات الدولية دكتور سمير صالح، نشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، إذن وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم بعد أن ناقشنا ملفين مهمين عن السودان وعن العلاقات التركية الخارجية والتدخلات الدولية في سيادتها الداخلية. ختام لكم ناطب المنى، كمان الله.